أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة، من عند بحيرة طبرية، بحيرة الجليل، بحيرة يسوع اللي شافت قوات وعجائب، سمعت يعني الناس اللي حول البحيرة أقصد سمعوا أجمل التعليم. المنطقة كتير كتير حلوة، لكن في أماكن تاريخية كتيرة، منها المجدل اللي جاءت منها مريم المجدلية، جبل أربيل، حادثة معارك كثيرة مذكورة في كتابات المؤرخ يوسيفوس، وطبعاً البحيرة الجميلة وكل المدن اللي حول هذه البحيرة اللي كان بيخدم فيها الرب يسوع المسيح. طبعاً هذا الطريق اللي كان بيسلك فيه كمان الرب على فكرة لما كان بيروح للجليل أو المناطق الجنوبية. فإذاً وين ما بتروح في الأراضي المقدسة بتشوف بصمات وأثار خطوات الرب يسوع المسيح. حديثي في هذه الحلقة من العزة على الجبل كلام يسوع، طوبى للجياع والعطاش إلى البر. ابقوا معي، سأعود بعد قليل. قال يسوع: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. هذه الفئة طوبها الرب يسوع المسيح لأنه فعلاً تتكلم عن أناس اختبروا حقيقة يسوع المسيح. ولاحظ قوله: الجياع والعطاش إلى البر. البر طبعاً هو ما حصلنا عليه من الله نتيجة عمل الرب يسوع المسيح على الصليب بموته الكفاري، على الصليب وقيامته من بين الأموات، كما يقول الرسول بولس: وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وقال أيضا في رسالته إلى أهل روميا: متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح. فإذا هذا البر، الله يعلن براءتنا وبيعلن أيضا تبريرنا، لأنه إحنا أخطأنا ضد الله، ومع كل هذا في كفارة اللي غطت، وفي كفارة اللي استطاعت أن ترضي عدالة السماء اللي هو يسوع المسيح. فصرنا أبرار، وفعلا أعلنت براءتنا أمام المحكمة السماوية. وبيتكلم عن عمق جديد أحبائي، بيتكلم عن مبادئ ودستور الملكوت، بيتكلم عن سلوك، وهذا السلوك سلوك أدبي وسلوك أخلاقي عظيم، وبيتكلم عن الدوافع، الدوافع النقية الطاهرة أيضا. هذا المغزى أحبائي بتشوفه في العهدين، في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا. فمثلا يعني منشوف يسوع بيقول: طوبى، يا بخت، نيال، يا سعادة، يا هناء، يا بركة، يا غنى، يا لغبطت، للجياع والعطاش، مش لأي شيء آخر، للبر لأنهم يشبعون. قال النبي إشعياء في القديم في إصحاح 55 الآية الأولى: أيها العطاش هلموا جميعا إلى المياه. ويتكلم عن المياه مجانا طبعا. والنبي داود طبعا لما كان بناجي وبيصلي قال: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. هذا أيضا في مزمور 63 الآية الأولى: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، لكي أبصر قوتك. حضور الله، يختبر حضور الله كل يوم متجدد في حياته. فالاشتياق إلى البر أحبائي هو رغبة مستمرة ورغبة دائمة، وهذا الاشتياق على فكرة هو علامة الحياة. فالموتى لا يجوعون ولا يعطشون، بما إنه الجسد يحتاج كل يوم إنه يشرب الماء، وكل يوم إنه يأكل الطعام،
وهكذا المؤمن في المسيح بيحتاج كل يوم إنه يتغذى على كلمة الله، بيتمتع بالحضرة الإلهية وينهل من الينابيع الحية، من حتى من أعماقه تخرج ينابيع ماء حية اللي هي بتفيض كمان على الآخرين. إخوتي وأخواتي، هذه دعوة، دعوة الرب يسوع، لكن بنفس الوقت بركة وتطويب لكل شخص فعلا الاشتياق تبعه سماوي، الاشتياق تبعه روحي، الاشتياق تبعه لمجد الله، عايش في حياته يرضي الله، يسر قلب الله، يشبع قلب الله، ما عندوش هاي المطامع المادية العالمية اللي ممكن تسلبنا من أو تحجبنا عن رؤية الله. قال طوبى للجياع والعطاش، وأيضا طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. في ناس عطشاني أحبائي، وفي ناس جوعاني، لكن للأسف عطشاني وجوعاني للثروة، عطشاني للصيت والسمعة للجاه، في ناس عطشاني للقوة والسيطرة، وفي ناس دايما جوعاني للشهوة الرديئة، وطبعا في ناس عطشاني للمسرات والملذات العالمية. العالم يجتذبهم، هذا يسمى شبع كاذب وأوهام في هذه الحياة. سأواصل حديثي بعد قليل، فمن فضلك لا تروح، ابقى معي. We know that God has set an impossibly high standard that we will not achieve without His help. And His relationship to us is one of love. It's to encourage us in the midst of this, not to discourage us. So it's an impossibly high standard because only God can forgive. But He tells us how His children should act. They should act like He acts, and that's how the people will recognize Him. Blessed are the people who are peacemakers, the people who seek to create reconciliation, the people who work to bring forgiveness and healing. They will be called the children of God. That's God's DNA. It's the DNA He wants us to portray. And it's hard work, and we'll fall, and we'll get up again. That's the character of who we are. Because until Jesus comes back, we only see through a glass darkly. But when we see Him face to face, it'll all be straightened out and cleared. So it's a long, long journey and a daily walk, but there's a great hope. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. العالم أحبائي بيبحث عن سراب، عن أوهام، بيبحث عن أمور بلا أساس، بيبحث عن قيم كلها رح يعني تندثر، وبيبحث عن أمور مادية عالمية كلها رايح يتركها. لكن في جماعة اللي فعلاً عطشانين، جوعانين لعمل الرب، جوعانين وعطشانين لمجد الرب، جوعانين وعطشانين إنه يشوفوا اسم الرب يرتفع وملكوت الرب يمتد في كل مكان، وما بيهدوا إلا ما يشوفوا اسم الرب يسوع في كل مكان. وعلى فكرة هاي رغبة قلبي وشهوة قلبي، ومشان هيك على فكرة احنا منصور في الطبيعة، انت شايف المنظر الحلو من ورا، لكن انا موجود على حسك وعلى شوك، ودرجة الحرارة اكثر من 40 اليوم، وصلت 42-43 درجة مئوية، يعني كأنه عم بعمل هذا الشغل في أتون من النار. لكن عندي فرح في داخلي انه كل واحد يسمع الرسالة يتغير، وفعلا الرب يحب كل شخص، الرب يحبك، والرب عاوز يجوعنا وعاوز يعطشنا لأمور سماوية، لأمور الرب في حياتنا. العالم جذاب، عنده بريق جذاب أيضا، لكن بيعطي شبع كاذب. في ناس بتركض وبتسعى وراء، لكن للأسف وراء الأوهام. وفي ناس بتشرب مي، لكن بتشرب مي مالحة بتزيد عطشها أكتر. وفي ناس عايشة بالأوهام،
أوهام مثل ما قال المرنم، أوهام كل الحياة، أوهام أوهام يابا كل الحياة أوهام. فإذا الشخص الممتلئ بحضور الله هو يعني عاوز يرضي الله، عنده شبع وسرور حقيقي في حياته. إذا عم بيركض وراء العالم، العالم بيعمي الأبصار. النبي إرمياء قديماً قال عن شعبه: شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تضبط ماء. بيتكلم عن شعبه كان بيروح وراء مياه اللي موجودة في العراق والمياه اللي موجودة في مصر، نهر النيل. فإذاً يعني للحماية والضمان والإطمئنان، لكن عم بيحكي لهم إنه هذا الشر اللي عملتوه يعني كله فاني. والأصعب من هذا، حتى لو بدي يحفروا، عارفين أرض فلسطين كلها صخرية، ففي ناس بتقعد أشهر تنحت في البير، ولما بينزل المطر يا عيني بيكتشف إنه في شقوق في هذا الصخر، فراح كل تعبه كل حياته عناء وباطل وقبض الريح. عندما تقابل يسوع المسيح مع الامرأة السامرية قال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، أما الماء الذي أنا أعطيه. المسيح يعطي الماء الحي، الماء الحياة الأبدية، وبفيض وبينبع كمان من داخلك أنهار مياه حية. هو الذي قال في إنجيل يوحنا الإصحاح السابع: إن عطش أحد فليقبل إلي. فإذا إن عطش لازم يكون عندك رغبة، لازم يكون عندك جوع. مثل ما أنت عندك رغبة للماء وعندك رغبة للجوع، هذه الأمور ملحة في حياة الإنسان، لازم يأكل لازم يشرب. بنفس المقدار من ناحية روحية لازم يكون عندك الجوع والعطش لأمور البر، للأمور الإلهية. البر أحبائي هو العلاقة السليمة مع الله. تعرفوا دخلت الخطية إلى العالم من خلال آدم أو بآدم، لكن الرب بيكتب تعرفوا في الرسائل على فم بولس: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح. طبعا بكفارة المسيح غطى عيوبنا، فعندما ينظر الرب إليك وإلي بينظر إلينا من خلال بر المسيح. قد تبررنا ببر المسيح. ما أعظم ما أمجد عمل المسيح في حياتنا. أحبائي لما تغنى إشعياء قال: فرحا أفرحوا بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، غطاني، غطى عيوبي بالكامل. المكافأة لأنهم يشبعون. قال يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أيضا. ثم قال: أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، الواهب حياة للعالم. فعلا أمامك شبع سرور، وأنا بصلي اليوم إنه الله يشبع قلبك في بره، في محبته، في حضوره الإلهي. ربنا يباركك. أعزائي المشاهدين، عاوز أختم بشيء كتير كتير مهم. يمكن سمعنا هذا التعليم لما بقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر، بصير إنه بدي أسعى لهذا البر في تقواي، في أعمال الصالحة، بقوتي. لكن تعال بكل بساطة مثل ما جاء العشار جامع أو جابي الضرائب قال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. فخرج هذا مبرراً دون ذاك اللي عم بحاول يعمل أعمال البر والتقوى والتدين الخارجي. بكل بساطة إلقي حياتك على النعمة وعلى رحمة الرب يسوع المسيح. اعترف بخطاياك، قل له: يا رب أنا بعترف اليوم أمامك، ارحمني. وقل له: يا رب أنا بتوب وبعلن إيماني في شخصك، تعال غير حياتي، أسكن قلبي وتربع على عرش كياني، واعطيني أن أعيش لإلك
في البر والتقوى والثمر الروح القدس. الرب يباركك.